اهلا اعزائي المشاهدين ارحب بكم اجمل ترحيب في حلقه جديده من برنامج ليكن نور بصلي الى الله من كل قلبي ان الرب فعلا يكشف وينور حياتك مكتوب عن يسوع فيه كانت الحياه والحياه كانت نور الناس وقال الله ليكن نور فكان نور حلقتنا اليوم بصلي انه فعلا المسيح يشرق بنوره ولا سيما رح نتكلم عن موضوع في غايه الاهميه. نتكلم عن شخصيه المسيح المميزه. نتكلم عن هويه يسوع المسيح. نتكلم عن لاهوت وعن ناسوت المسيح. انا بدعوكم تشاهدوا هذه الحلقه معنا وطبعا رح نفتح خطوط الهواتف بعد يعني فتره معينه لكن منشجعك انك تشاهد وبنفس الوقت اذا عندك سؤال او مداخلة تستنى لما منحط الهواتف تتواصل معنا ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اهلا اعزائي المشاهدين انتم تشاهدون برنامج ليكن نور بث مباشر على القناه الفضائيه قناه الحياه من حي كل مشاهدينا في استراليا في الشرق الاوسط في اوروبا في شمال امريكا بصلي ان هذه الحلقه تكون بركه لحياتك اليوم حديثنا رح يكون عن لاهوت وناسوت المسيح يسرنا أن أستضيف إلى هذه الحلقة دكتور سامح عزيز هو مش غريب عنا كان ضيفنا عدة مرات في الماضي فأهلا وسهلا فيك دكتور سامح أهلا فرحنا وإحنا فرح إنك تكون معنا شكرا شرف لي موضوع هل يصح نقول موضوع شائك ولا موضوع سهل؟ ما أعتقدش أنه موضوع سهل لأنه بيحتاج لتوضيح نعم لما منطلع على شخصية المسيح لما منطلع على هوية المسيح نعم. أحيانا في كتير مشاهدين بيتوش بيتشوشوا من الفكر لما نتكلم عن يسوع كإله وأحيانا نتكلم عنه كإنسان فإذا ممكن تحدثنا عن يسوع المسيح لاهوته وناسوته في هذه الحلقه. طبعا زي ما حضرتك قلت الموضوع عميق زي ما يكون بندخل إلى أعماق المحيطات فده مش سهل لكل الناس اللي متعودين على الشاطئ متعودين على السطحية وينظروا إلى هذا الموضوع بخوف مع أنه لما بنجرب الغوص في الأعماق احنا بنكتشف جمال وروعة تذهلنا نفس الأمر كل ما بنفهم في هذا الأمر وكل ما عيوننا وقلوبنا تنفتح وترى شخص المسيح في ألوهيته وإنسانيته حاجات كتير قوي بتتغير م. في حياتنا يعني مرات إحنا كل شيء منجهل أو ما منعرفه منرفضه يمكن ونخاف منه نخاف منه آه. مع أنه لما بندرس وبنفهم بمنطقية وبإيضاح وبسهولة نكشف إن هذه الأمور في منتهى الجمال وفي منتهى الأهمية لحياتنا العملية. م. أنا عن نفسي أدي أكثر من 10 سنين يا أسيس يومياً بدرس في الموضوع ده. م. كل يوم يزداد المسيح روعة وجمالاً ويفرق معايا في تغييري. م. حياتي تتغير بيفرق معايا جداً. طب يعني أنا كنت عاوز أسأل طب لما بننظر ليسوع المسيح وبنقرأ كلمه الله منشوف ايات اللي بتتكلم عن لاهوته ايات تتكلم عن ناسوتو ازاي نوازن؟ كيف نوازن نعم. النظره لطبعاً طبعا للمسيح من جهتين، نعم. من جهه اللاهوت ومن جهه الناسوت. اول حاجه زي ما حضرتك تفضلت، اول نقطه واحنا بنتكلم عن المسيح زي ما حضرتك تفضلت ان احنا بنتكلم عنه من جهتين. م. من جهه الوهيته ومن جهه انسانيته. م. والكتاب المقدس عهد قديم وعهد جديد اتكلم م. في الموضوع ده yeah. اصفار العهد القديم اتكلمت اصفار العهد الجديد yeah. اتكلمت اتعجب من أربعين كاتب كتبوا هذا الكتاب العظيم mm. ما قعدوش مع بعض <تصفيق> mm. <تصفيق> تمام اغلبيتهم لم يتقابل معا وكتبوا في نفس اتجاه عن المسيح في الوهيته وانسانيته mm. انا عايز اذكر بعض الاجزاء في الكتاب انه ينظر الى المسيح من جهتين وانا سبقت واتكلمت في النقطه دي واحب اقول هذا المثال مره تاني مم. لما اقول عن المسيح هو الله الانسان مم. في ناس بيقولوا لا يا الله يا, يا إنسان. انسان مش معقول يكون الله الانسان فدايما بقول لهم مثال انا اب وابن ما تقدرش تقول لي يا اب يا ابن مم. في الحقيقه انا اب وابن مم. فمن جهه علاقتي ببابا انا ابن من جهه علاقتي بابني انا اب مم. فعشان كده لما تنظر عليا باعتباري اب وابن انت بتبص عليا من جهتين مش من جهه واحده نفس الفكره في الكتاب عن المسيح ينظر اليه من جهتين وتعالوا نشوف مم. بعض الايات اتفضل فنقرا أصلا. مثلا الايه الاولى في روميا 1 3 وأربعة 4 اشهر ايه لانها اتكلمت صراحه عن الجهتين مم. عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهه الجسد, الجسد. فمن جهة النسوت وكلمة نسوت صعبة شوية مقصود بها إنسانيته مم. تمام فهو ابن داود أي جاء من نسل داود وفعلا المسيح مم. ولد من المطوابة العذراء مريم بدون رجل. بدون رجل تمام و و رجلها اللي تزوجها فيما بعد يوسف من نسل داود واللي يتتبع سلسله يوسف في متى واحد مم. من نسل داود والي يتبأ يتبع, يتبع سلسلة نسب المطوبه مريم في لوقا ثلاثة من نسل داود فهو ولد من عائلة داوود ده جهة إنسانيته دي جهة نعم في جهة أخرى اللي هي جهة ألوهيته عدد أربعة تعين أي تبرهن أعلن بوضوح أنه ابن الله أي هو الله نفسه من جهة حاجتين حياة القداسة والقدره على الإقامه من الأموات. عاش قداسه مطلقه له نصره مباشره على الموت. م. تمام فكده واضح إن دي جهه ودي جهه، عدد ثلاثه من جهة الجسد. عدد أربعه من جهة روح القداسه، جهتين. نفس الفكره دي موجوده في سفر الرؤيا أصحاح 22. م. آخر أصحاح في الكتاب المقدس. المسيح يقول أنا، عدد 16، أنا أصل وذرية داود. داود يعني أصل داود يعني أنا اللي أوجدته م. يعني ايه ذريته أنا ابنه م. هو أنت أوجدته ولا أنت ابنه الاثنين من جهة ألوهيته هو أصل داود نعم. من جهة إنسانيته هو ذرية داود م. نفس الفكرة موجودة في متى 22 وهنا المرة دي اللي كان بيسأل الرب يسوع نفسه سأل الفريسيين في متى 22 اعتقد 41 فعلا 41 وفيما كان الفريسيون مجتمعين سالهم يسوع قائلا ماذا تظنون في المسيح؟ ابن من هو؟ لو كانوا شطار وفاهمين كانوا يقولوا له ابن الله ابن داود لان العهد القديم كله بيقول كده <applause> قالوا له ابن داود معنى كده دول مش فاهمين عهد قديم اي يهودي يقرا العهد القديم لازم يفهم من خلال النصوص أن المسيح هو ابن الله ابن داود مم. أن اللي اتولد في بيت لحم من نسل داود ده دا هو الله النصوص الكتابية في العهد القديم بتقول كده إنهم يردوا عليه نص الإجابة معناهم مش فاهمين عهد قديم فراح سألهم من العهد القديم قال لهم فكيف يدعوه داود بالروح ربا يعني إذا كان ابن داود معقولة داود يقول له يا ربي وفي واحد يروح لابنه يقول له يا ربي قائلاً قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك، يعني تعالى اجلس فوق في يمين العظمه دي ألوهيه حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك عندما تجلس على عرشك في الارض. للدينونه. فان كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه؟ طبعا لم يستطع احد ان يجيبه بكلمه وللاسف لانهم مش فاهمين. في ناس كانوا فاهمين في ناس ما كانوش فاهمين نثنائيل اول ما شافه شاف الجهتين على طول ايوه يوحنا واحد مظبوط من ثالث جمله انا اعجب بنثنائيل من ثالث جمله في يوحنا واحد فورا قال له يا معلم لان الرب يسوع قال له جملتين الجملتين يدلوا على الالوهيه فقال له اول ما شافه قال هو هوذا حقا اسرائيلي لا غشه فيه ايه ده ده عرفني نسائي ده ده عرفني طب ده احنا اول مره نتقابل وازاي عرفني فقال له قبل ان دعاك في لبس وانت تحت التينه رايتك الله ده كانش معايا وشايفني فده عرفني شايفني. وشايفني يعني مين مين اللي يعرف اللي عرفني وشايفني مم. الله وإذا كان الله واقف قدامي في جسد إنساني ده معنى ده آه ده ماسي العهد القديم فراح قال له يا معلم رباي أنت مش بس معلم <applause> أنت ابن الله ألوهيته أنت ملك إسرائيل يعني أنت ابن داود <applause> عرفه على طول وفهم ألوهيته إنسانيته من أول مقابل من ثلاث جملة في نفس الإصحاح يوحنا المعمدان في يوحنا واحد ثلاثين آه <applause> اتكلم عن ألوهيته إنسانيته هذا هو الذي قلت عنه يأتي بعدي رجل صار قدامي لأنه كان قبلي هو بعدك ولا قبلك يا معمدان يقول بعدي من جهة إنسانيته لأنه أصغر مني بست شهور وقبلي من جهة أولويته ده الله الأزلي نفس الأفكار دي موجودة عهد قديم مثال مثال عهد قديم في ميخا خمسة عدد اثنين نعم. آية مشهورة جدا عن التجسد كلنا بنقراها مم. في في اعياد الكريسماس اما انت يا بيت لحم افراطه وانت صغيره ان تكوني بين اولوف يهوذا فمنك يخرج لي يبقى ده خارج من بيت لحم الذي يكون متسلطا على اسرائيل ده ابن داود ملك داوود وما خارجه منذ القديم منذ ايام الازل الله هو خارج من بيت لحم ولا خارج من الازل الاثنين يعني اليهودي اللي يقرا دي يفهم ان المسيا اللي موعود به في العهد القديم ده الله المتجسد مش ابن داود بس اللي ولد في بيت لحم هو الاله الازلي هو الاله الازلي في الأزل. اللغه العبريه بتتكلم عن لا بدايه له ولا نهايه نعم معلام اللي هي كلمه علام اللي هي ازلي ابدي الذي ليس له بدايه وليس له نهايه فايه ده هو خارج من بيت لحم ولا خارج من الازل الاثنين من جهه الوهيته ازلي من جهه انسانيته خارج من بيت لحم نفس الفكره دي موجوده في اشعياء سبعه واشعياء تسعه. نعم. اقرا ايه واحده فقط وننتقل آه الى الى فكره اخرى عن التجسد وطبعا الموضوع ده مالي العهد القديم والعهد الجديد. كل اصفار يعني يعوز يعني عزة. انت بتتكلم عن المسيح اللاهوت والناسوت من جهتين نعم من جهته لاهوته ومن جهه ناسوته العهد القديم كله بيتكلم العهد الجديد كله بيتكلم نعم تمام فينظر اليه من جهتين بشجع المشاهد أنه لا ينظر إلي المسيح من جهة لو النظر إليه من جهة واحدة يتوه مم. فمثلا أشعياء آه تسعة الآية الشهيرة آه عن آه ميلاد المسيح يولد لنا ولد ونعتدنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعي اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا مم. الجبور؟ ابا ابديا في, في, الاصل بتاعها ابو مم. الابديه فاذر اوف إيتيرنيتي مصدر الزمن رئيس السلام يعني عايز يقول لي ان الله القدير يولد اذا ولد اه مش ولد من جهه لاهوته لان ده خطا نعم لكن ده ولد من جهه انسانيته فلما اجي اتكلم عنه من جهه الوهيته له صفات من جهه مم. انسانيته له صفات فما ينفعش اخلط الاثنين على بعض وهذا أنا... اللي يعني كمان عاوز اوجه عن العلاقه لما بنتكلم عن اللاهوت والناسوت نعم اذا ممكن تحدثنا عن العلاقه يعني بين الجهتين اللاهوت والناسوت نعم في في خمس كلمات في غايه من الاهميه م. ان التجسد عباره عن اتحاد ادي اول كلمه م. بين اللاهوت والناسوت فاللاهوت اتحد بجسد في بطن المطوبه وولد اتفقنا؟ تمام فآدي أول كلمة اتحاد بدون أربع كلمات في غياب الأهمية م. بدون امتزاج وبدون انفصال نعم وبدون تغيير وبدون تحويل الكلمة الأولى فهمناها اتحاد الأربع بدون إذا ممكن توضحها أكثر حاضر أنا هقول مثال شهير هقول مثال شهير كل واحد فينا إنسان عارفه حضرتك وانا وكل مشاهد مم. عندك جزئين في كيانك مم. عندك روح ونفس انسانيه ده جزء غير مادي اه وعندك جسدك اهو نعم جزء مادي مش كده الجزء الغير مادي اللي هو روحك نعم. تمام متحد بجسدك مم. مش كده مت... ده في اتحاد مم. اتفقنا بدون امتزاج يعني لم تمتزج روحك مع جسدك يعني ما فيش خلطه ما تخلطوش ايوه بدليل ان احنا قبل الحلقه اكلنا مع بعض م. لما اكلنا ده شبعت اجسادنا ولا شبعت ارواحنا؟ اجسادنا اجسادنا بس لو كان الاكل الجسدي يشبع روحي اه يبقى معنى كده ان حصل مزج بين روحي وجسدي م. وساعتها الفرح الجسدي يفرح روحي او الفرح الروحي يفرح جسدي م. لا مش بيحصل لا. يعني لما بناكل روحي لها طعامها اللي هو كلمه الله. يعني بعد ما حضر اجتماع مشبع واشبع من كلمه الله والله يكلمني ويعزيني مش بلاقي نفسي شبعان جسديا لا ممكن اروح اتعشى او اتغدى او اكل حاجه ليه؟ لان الشبع الروحي لم يشبع جسدي ما فيش مزج بين روحي وجسدي مع ان روحي وجسدي مالهم؟ متحدين بس غير ممتزجين وفي نفس الوقت ما حصلش انفصال يعني اسف لما يحصل انفصال بين روحي وجسدي معناها الموت. نعم اتفقنا؟ فما حصلش انفصال لحد دلوقتي، ممكن يحصل بعد شويه إذا شئت عناية الله. اتفقنا؟ لكن في نفس الوقت ما حصلش تغيير، يعني لا روحي اكتسبت سمات جسدية ولا جسدي اكتسب سمات روحية. م. يعني مثال جسدي له سمات مادية فيمكن أن يلمس م. مش كده؟ وأنا لما أجي أخرج من الغرفة لازم أطلع من الباب، لو ما فيش باب ما أعرفش أطلع. لكن روحي ممكن تعدي من <applause> الحيطه ليه؟ لأن الحواجز الماديه لا تمنع روحي. نعم مش كده؟ فعشان كده ما حصلش تغيير يعني ايه؟ يعني لا جسدي إيه؟ مع انه ما زال انا سني 50 سنه فجسدي متحد بروحي له 50 سنه <applause> فهي 50 سنه تمام مع انهم في اتحاد لكن في نفس الوقت ما حصلش انفصال لحد دلوقتي ما متش <applause> وفي نفس الوقت ما حصلش امتزاج وما حصلش تغيير يعني لا روحي اكتسبت سمات ماديه ولا جسدي اكتسب <applause> سمات روحيه وما حصلش تحويل يعني لا جسدي تحول لروح ولا روحي تحولت لجسد هكذا التجسد ايه التجسد الألوهية اللي هي الطبيعة الروحية اتحدت بإنسانية كاملة مم. بدون إمتزاج وبدون انفصال وبدون تغيير وبدون تحويل مم. مثال تاني أباء الكنيسة دايما يقولوه مثال مشهور جدا أنه لو جبت حديد وحطته في النار وتركته فترة شوية بعد شوية اطلع قطعه الحديد الاقي لونها احمر يعني ده عباره عن حديد متحد بنار بس مع ان الحديد متحد بالنار الحديد ما امتزجش بالنار مش كده ولا الحديد اتحول الى نار ولا النار اتحولت الى حديد ولا الحديد اكتسب خصائص فتغيرت خصائص الحديد ولا النار اكتسب خصائص من الحديد فتغيرت خصائص النار ما حصلش اي نوع من التغير في خصائص الحديد او النار أو مثال ثالث العكس بقى والمثال العكس لو جبت ذرتين هيدروجين وذره اكسجين اتحدوا بامتزاج وتغيير وتحويل م. اه فاتحد الهيدروجين بالاكسجين فرح ان تجولي منتج اخر اللي هو الميه h نعم. مش كده نعم. بس في نفس الوقت حصل مزج فلم يعد الاكسجين اكسجين ولم يعد الهيدروجين هيدروجين فحصل تغير في خصائص الهي الهي الاكسجين فالاكسجين اللي هو غاز يساعد على الاشتعال والهيدروجين اللي هو غاز يشتعل تحولوا الى عنصر ثالث يطفئ الاشتعال اللي هو الميه م. فبالتالي حصل اتحاد وامتزاج وتغير وتحول م. مش ده اللي حصل في التجسد ايه اللي حصل في التجسد اقنوم الابن اتخذ لنفسه جسدا واتحد بهذا الجسد وظل اللاهوت الالوهيه متحدة بالانسانيه في كيان واحد شخص واحد الشخص ده اسمه يسوع مم. اسمه الانساني يسوع <applause> اسمه اللاهوتي الابن يعني ده موجود ازلا نعم موجود منذ الازل اسمه الابن نعم اتفقنا لما اتولد في الارض لازم يروح يسجلوا اسمه يكتبوا اسمه مم. ابن الله <applause> تمام هيكتبوا اسمه ايه لازم اسم انساني مين نعم. يسوع يهشوع يشوع الله المخلص ده معنى اسمه وظل اللاهوت والناسوت متحدين هذا الشخص هو م. الله الانسان اللاهوت والناسوت في اتحاد بدون انفصال وبدون امتزاج وبدون امتزاج فظل اللاهوت بكل سماته م. في عدم محدوديته ولا استحالة وظل الناسوت بسبب عدم الامتزاج م. بكل صفاته الانسانية بكل خصائصه فظل اللاهوت غير محدود وظل الناسوت محدود. محدود وبدون استحاله فاللاهوت لم يتحول الى ناسوت والنسوت لم يتحول م. الى لاهوت وبدون تغيير فلم تتغير خصائص الالوهيه ولم تتغير خصائص الانسانيه فواحنا بنتفرج على حياته بدينا نشوف م. ايه انا بتعرف على واحد اسمه يسوع بشوفه ماشي على الارض بس بعد شويه بشوفه ماشي على الميه فلما بشوفه ماشي على الارض بفهم ايه ده؟ انسان زينا صح؟ مم. بس لما بشوفه ماشي على المايه ايه ده؟ ده مين ده؟ مين ده؟ مم. معقوله يكون الله؟ انا هتخيله واحد قبله اول مره، اتخيل التلاميذ هم بيتعرفوا عليه اول مره، هم بيتفرجوا على اعماله تمام؟ شافوه نايم ده انسان زينا. مم. ايقظوه، قالوا له يا معلم، هم لسه مش فاهمين ده الله. مم. يا معلم رباي يا. انت معلم يهود. اللي بي... اللي بيتجول يعني. يعلم الناموس اما يهمك انها لك فقام وانطار الريح ايه ده مين ده فرح تعجبوا ايه الريح والبحر يطيعانه ده مين ده لسه مش قادرين م. يفهموا مره من المرات جالهم ماشي على البحر فلما شافوه ظنوه خيال ظنوه خيال او روح فصرخوا انت عارف الخرافات انت لو يـ. شفت لو الناس شايفين حد ماشي على البحر يفهموا ان دي خرافات طلع لهم روح وخيال و... الخرافات اللي بتملأ أذهان الناس فاللي ما تخافوش اني انا هو انا الله فبطرس قال له انت الله الله لو انت الله حقيقي مرني يعني. ان اتي انت تقدر تخليني امشي على الميه فمرني ان اتي اليك على الماء فقال له تعالى فبطرس انا اكيد هو اكيد ما نطش من السفينه على الماء لان هو مش فاهم اللي قدامي ده حقيقه ولا خيال <applause> لو كان حقيقه هحط رجل على الميه الاقي الميه ناشفه <applause> لو كان خيال هحط رجل على الميه اللي هيحصل هتغوص فراح اكيد نزل رجل وبدا يلمس الميه برجله وليقاها ايه صلبه ده بدا يتاكد بطرس جوانا ده مين الله ايه ده الله بدليل انه ماشي على الميه وبدليل انه قدر يخليني ماشي على الميه هو يمشي على الميه ده مش معجزه <applause> ده طبيعي هو عايز يمشي على الميه يمشي على الهواء ده الله مش كده له السيطره على كل عناصر الطبيعه ده هو اللي خالقها مش كده لكن يقدر يخليني انا امشي على الميه دي المعجزه فبداوا يدركوا من خلال حياته ايه ده بداوا يلمحوا كل ملامح الالوهيه وكل ملامح الانسانيه يعني ايه تعب تعب لو كان حصل مزج بين الالوهيه والانسانيه ما ده اللي يدل على عدم المزج لو كان حصل مزج بين الألوهية والإنسانية تمتزج القوة الإلهية الغير محدودة بالقوة الإنسانية المحدودة فاللي يحصل ينتج لي إنسان سوبرمان <applause> يمشي ما يتعبش مش ده اللي حصل المسيح يمشي تعب من الصفر ده اللي كمان أخطأوا في حق المسيح الكتابات التي قيلت عن يسوع في القرن الثاني والثالث لما كتبوا عن يعني سوبرمان عن هيرو عن بطل واحد بيصنع بيعمل عصافير وبينفخ فيهم عم بيطيروا عم بيخلق وعم بيطيروا عم بيعرف أسرار الناس نعم. عم بيحولهم لقردة عم بي يعني وهكذا لكن الكتاب بيصور أن المسيح كإنسان لما يعني تجسد وصار إنسان إنسان كامل مجرب في كل شيء ما عدا الخطيئة, الخطيئة. يعني أنت... ذكرتها آه بشكل واضح انه اللاهوت غير محدود نعم وانه المسيح اختار ان يكون محدود في بعض الامور طبعا نعم يا. من جهه انسانيته كانسان زينا م. هو جاء ليبدا خليقه جديده م. فعشان يبدا خليقه جديده لازم يجي يبقى انسان زينا ويجرب زينا ويعيش زينا ويضغط زينا وينتصر وينتصر بدون الاستغ... بدون استخدام الوهيته لمصلحه نفسه وكرر هذا الامر مم. لم يستخدم الوهيته لمصلحه نفسه ده موضوع تاني اسمه الاخلاء عشان كده لابد من دراسه الاخلاء مع التجسد تمام فعشان كده هو جاي يعيش كانسان زينا متهيألي ف... احنا حكينا عن الاخلاء في حلقه ماضيه نعم وانا بشجع المشاهدين فيك ترجع للسايت وتطلب هذه الحلقه وكمان آه رح نتكلم عن آه اسباب التجسد اللي بتوضح كمان نعم. الفكره انه ليه المسيح آه تجسد نعم. والغرض من التجسد نعم فك... اه فكان لابد ان ياتي ويحيا كانسان حياه انسانيه طبيعيه وينتصر على الخطيه لانه هو جاي يؤسس جنس جديد وده يعني ه... نتكلم فيه في حلقه آه آه نعم. مره اخرى تمام فعشان كده اللي يدل انه ما حصلش مزج يعني انا انا همسك نقطه م. الاتحاد بين اللاهوت والناسوت احنا قدام شخص واحد احنا مش قدام شخصين شخص اسمه ابن الله وشخص اسمه يسوع م. لا ده مش ده التجسد التجسد احنا قدام شخص واحد نعم شخص واحد كيان كيان واحد هو الله الانسان فلا يمكن ان يوجد فصل بين الالوهيه والانسانيه مم. البعض قال ان حصل فصل، حاشا دي هرطقة دي هرطقة أه طبعا لو كان حصل فصل لو كان اللاهوت انفصل عن ناسوت ودي هرطقة معناها ان يسوع في وقت من الاوقات ما كانش هو الله <applause> ما حصلش <applause> وده اللي بيحاولوا يقتبسوا بعض الايات منها الهي الهي لماذا تركتني كانه في صار عملية فصل, فصل. طبعا ده ده مش فاهم الاية اللي بيقول مم. حاجة زي كده yeah. مش فاهم الاية بتقول ولا فاهم يسوع بيقول ايه اتفقنا؟ فعشان كده الاتحاد بين اللاهوت والناسوت ده طب نحكيها بطريقه عمليه، ناخذها بتطبيقات عمليه نوضح الفكره اكثر لانه خلي بالك احنا بنتكلم على حقيقه كبيره عم. عميقه جدا وعميقه نعم و... وجميله جدا وجميله جدا وحلوة. لانك انت بتتمتع فيها بتحب الكتاب بس نعم. للاسف في كثير ناس بياخذوا الفكره كنوع من الكفر لما بنتكلم عن هذا الموضوع للاسف م. للاسف اقول اتكلمنا في الاتحاد احنا بنتكلم عن شخص واحد م. اسمه ابن الله اسمه يسوع اسمه يسوع المسيح م. اسمه ابن الانسان اسمه المسيح يسوع م. اسمه الرب يسوع المسيح اسمه يسوع المسيح ربنا كل هذه الاسماء بتحكي عن شخص واحد لان احيانا البعض الاحباء بيظنوا إن لما بيحكي عن ال... يقول ابن الله يقصد لاهوته لما يقول يسوع يقصد انسانيته حاشا مش بيقول كده خالص اتفقنا؟ تاني نقطة نتكلم فيها ما حصلش مزج، إيه الدليل؟ هنمسك ثلاث حاجات فقط لضيق الوقت. هنمسك برهان من القوة، هنمسك برهان من المعرفة، هنمسك برهان من وجوده، تواجده. فمثال قوته اللاهوتية غير محدودة. فنلاقيه وقف قدام قبر العذر ده الله. يقول له هلوم خارجًا. فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات ده خرج بالكفن الراجل ده انت انا كنت طبيب سابقا كل خلاياه تفككت تسيل منه روائح كريهه عفنه مع في اليوم الرابع في اليوم الرابع <ممم> يعني ايه يعني خلق انسان جديد نعم خلايا ودم نعم. ودوره دمويه و... وروحه فرقت جسده و... <مم> تمام وراحت الى مقر اخر ده روحه جت وجسده تجمع مرة أخرى واتحد بروحه وخرج من القبر وخرج بالكفن <applause> وفي واحد من الشراح مرة قال لو الرب يسوع ما حددش الاسم كان كل أموات قام وده اللي هيحصل في مجيئه الثاني لا ما هو كمان خلي بالك جبل الزيتون مليان بالقبور نعم لأنه بيت عنيا من الجهة الشرقية انت تعرف أحسن. فكل الجبل قبور جبل الزيتون قبور يهود في الوادي في وادي قدرون قبور نعم. المسيحيين نعم. عند البوابه الشرقيه للاسوار مقابر المسلمين نعم فلو ما ذكرش يمكن كل الاموات قامت <applause> نعم المره الجايه في مجيئه الثاني عندما يامر سيأمر أسمع. نعم ده مين ده اللي بيقوم بيقوم اموات؟ نعم مين؟ ده القوة غير محدودة ماشي على البحر القوة غير محدودة يأمر الأرواح الشريرة القوة غير محدودة يأمر العواصف والرياح. يأمر العواصف والرياح. يأمر النبات. يأمر السمك. مم. يأمر الطيور. له سلطان. مم. سلطان مطلق. على النبات أمر التينة. نعم. مش كده على السمك؟ على البحر؟ على الريح؟ على الشياطين؟ على الأمراض؟ على كل شيء؟ مين ده؟ مم. الله. القوة غير محدودة. طب أشوفه هو ماشي بيتعب. اقلق أه الله مش ده الله مش المفروض لما يمشي ما يتعبش اه كان المفروض ما يتعبش لو حصل مزج لكن التجسد لم يحدث مزج بين اللاهوت وانسانيته مم. عشان كده قوته الانسانيه زينا مم. احنا لما نمشي نتعب ولو ما اكلناش نجوع وهو كده يجوع ويعطش ويتعب ويرهق وينام مره دخل السفينه وكان تعبان جدا نعم. خدمته طول اليوم فنام نوم عميق للدرجه لما البحر هاج ما حسش ما من كتر ده مش معنى كده ان لاهوته ما لا ده عدم فهم مم. للتجسد لا اللاهوت في اتحاد مع الانسانيه بدون امتزاج مم. فالدليل انه باين عليه القوه غير محدوده وباين عليه القوه المحدوده وده مش تناقض يبقى تناقض امتى ها أه؟ لو, لو بنظر اليه من جهه واحده لو بنظر اليه من جهه واحده يا القوه محدوده يا غير محدوده مم. لكن مش معقولة ألاقي قوة غير محدودة وقوة محدودة دي تناقض فعلي لكن لو بنظر عليه من جهتين من جهة ألوهيته القوة غير محدودة من جهة إنسانيته القوة محدودة مم. فيش مزج نفس القصة في المعرفة يا أسيس إيه؟ معرفته الإنسانية غير محدودة نعم فهو يتقابل مع السامرية يقول لها ازاي بيستدعي زوجك؟ تقول له ماليش زوجي يقول لها حسنا قلت كان لك خمسه ازواج. والذي لك الان ليس هو زوجك، مم. لا يعرفني. ابل ان سنائيل قال له اسرائيل حقا ده غش فيه، قال له من اين تعرفني؟ علم لا يعرف... افكار قلوبهم يعلم علم افكارهم وقلوبهم، يعلم يعلم يعلم. يعم. دي اسمها المعرفه اللاهوتيه. المعرفه الانسانيه غير ممتزجه بالمعرفه اللاهوتيه. مم. فعشان كده في معرفته الانسانيه كان يسوع يتقدم مم. في الحكمه والقامه والنعمه. نعم في الوجود في التواجد في التواجد م. وانت واقف قدامه جسديا بجسده واقف قدامك في مكان واحد لكن بألوهيته موجود في كل مكان أدركها قائد المئة اللي كان غلامه مريض اللي هو جه من كفر نحوم نعم. راح للمسيح قال له غلامي مريض قال له آجي قال له لا انت مش محتاج تيجي أنت قول كلمة فيبرأ الغلام فقال له اذهب ابنك حي فبص في الساعه لقيها الساعه مثلا سبعة مساء طيب اتفقنا بات في نفس المكان ونزل تاني يوم ها أه؟ جولوا الناس اللي كانوا بيشتغلوا عنده قالوا له لا تخف قال لهم الساعه كام؟ قالوا له امبارح الساعه سبعة ايه ده؟ تمام هو يسوع واقف هناك بجسده لكن بألوهيته في كل مكان وده يدل على عدم المزج مم. لان لو كان في مزج كان جسده يكون متواجد في كل مكان انا فاتح ايه في يوحنا إنجيل يوحنا اصحاح ثلاثه اللي بتقول وليس احد صعد الى السماء نعم الا الذي نزل من السماء ابن الانسان الذي هو في, في السماء. السماء عم بيتكلم مع نقديموس نعم. وبيقول له ابن الانسان الذي هو في السماء وهو واقف قدامه على الارض واقف قدامه على الارض يعني واقف قدامه على الارض بكانه الجسدي م. لان بكانه الجسدي محدود لان الجسد محدود م. انسانيته محدوده لكن مع انه واقف على الارض لكنه في نفس الوقت في السماء ومتحد مع الاب والروح القدس في جوهر اللاهوت. وهو في بطن المطوبة. <applause> بانسانيته في بطن المطوبة. لكن بألوهيته غير محدود في بطن المطوبة. م. وهو اللي بيخلق الاجنة في بطون الامهات. م. لان هو الموكل له الخلق، هو المسؤول م. عن الخلق. <applause> بعد اذنك اخ سامح في بعض المكالمات لكن بحب فرصة أنه كمان اللي بحب يتواصل معنا فيك تتواصل عن طريق السكايب كمان سأعود بعد هذا الفاصل القصير اهلا اعزائي المشاهدين اخذ بعض المكالمات بعدين استكمل حديثي مع دكتور سامح عزيز. خليني اخذ المكالمه الاولى من انور انور من كندا اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك اهلا فيك يا اخ انور تفضل. أهلا يعني في كهذه مداخلة بالنسبه لسؤال المسيح. تفضل. يعني هو الكتاب مرتب يذكر في كثير من الاحيان انه يسوع المسيح هي شخصيه منعزله تماما يعني منفصله تماما عن الله عن الله المسيح آه شخصيه منفصله تماما عن الله؟ يعني هي مش شخصيه منفصله وانما يعني هي شخصيتين آه, آه, اه مش آه منفصله يعني في 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 واحد 15 بيقول انه بكر كل خليقه دي. اه بكر كل خليقه يعني بكر كل خليقه لو كان الله فلا يكون له بكر خليقه اوكي أو طيب وصل السؤال اخ انور خلي ابقى معنا حتى نرد على سؤالك تفضل اخ سامح بيتكلم طبعا عن محدوديه يسوع لو كان الله نعم. مش كل كتاب بكر كل خليقه عايز رقم واحد أوضح معنى كلمة بكر م. اللي يقصدها عن المسيح مش مقصود بيها المولود أولاً م. لأن إذا فهمها غلط معناها إن كل خليقة مخلوقة والمسيح هو البكر فهو م. مخلوق م. لكن ده مش معنى كلمة بكورية في الكتاب لأن م. كلمة بكورية في الكتاب تعني معنيين معنى البكر أي المولود أولاً ده أيوة. معنى لكن في معنى اخر البكوريه في الكتاب عشان كده الكلمتين في اليوناني مختلفتين م. معناها صاحب المكانه الاولى م. او راس او راس yeah. عشان كده مثال هقول مثال في العهد م. القديم والمشاهد يعرفه لو لو المشاهد او السائل الاستاذ انور عارف انه يوسف تم تعيينه البكر م. يوسف ابن يعقوب يوسف المولود رقم سبعة البكر اللي هو المولود رقم اول م. هو آه، بنيامين رأوبين. رأوبين وبعد كده وراه بنيامين اللي خد البكوريه رقم سبعه مم. فمعنى كده ان يوسف صار البكر يا ال... رأوبين، شمعون لاوي يهوذا الرابع نعم وبعدين يعني يوسف آه بتهيألي قبل الاخير قبل بنيامين قبل بنيامين اتفقنا؟ فيوسف صار البكر مع انه مش مولود اولا فيعني مم. صار البكر؟ يعني صار صاحب المكانه الاولى المكان الاولى صار هو الراس مم. تمام فعشان كده كلمة بكورية لما قالها طبعا هو اقتبس عن آية جميلة جدا عن المسيح في كلوسي واحد نعم. تمام بكر كل خليقة وإذا بتقرأ كل الـ 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 يعني الاقتباس بتشوف تميز المسيح طبعا ورفعة المسيح لأنه بيتكلم عن المسيح باعتباره رأس الخليقة أو بكر كل خليقة والمسيح باعتباره رأس الكنيسة فهنا مم. بكر مقصود بيها صاحب المكانة الأولى لأن نفس النص اللي بيقراه في عبرانيين واحد بيتكلم عن الوهيه المسيح الوهيته وانسانيته نعم اه طيب شكرا لك وهو راس الخليقه الجديده يعني لما بيتكلم عن وهو راس الجسد سمو ورفعه المسيح ولا في كلوس الاصحاح نعم الـ الـ الاول وانا بشجع اخوي انور يقرا هذه الايه لما بقول صوره الله الغير منظور بيستمر في هذه السلسله من الاصطلاحات الكبيرة خليني أخذ مكالمة تانية من زيتوني من تونس أهلا وسهلا أخ زيتوني عفوا أخ نزار. واحد ضيفني معاك واحدة. اهلا وسهلا اهلا بك وبيك صحيح. بالله ساتكلم فيما يخص ناسوت المسيح. تفضل. قال بان المسيح احلى ابي عازر وانه فعل هذا كل المعجزات وانه مشى على البحر وانه حول الاجران الى خمر وما الى ذلك من المعجزات وانت تكلمت اخ نزار الان من ايه قرانيه التي تقول في كتابنا العظيم وهو القران يقول يقول سيدنا عيسى ونحن نعلم ان عيسى هو رسول عظيم هذا ما نؤمن به كمسلم ولكن يقول اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير لا تخلق التفسير انا اتكلم عن النص النص ماذا يقول؟ اني اخلق اذا كنت تعلم العربيه او تعرف العربيه فسأفصل لك الايه ماذا تقول في الخلق الخلق انشا او احدث عندما يقول اني اخلق اي اني انشئ لكم من الطين من هو من الطين المخلوق هو البشر الانسان اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير اي انسان روحاني فأنفخوا ماذا ينفخ المسيح؟ ينفخ الايمان ومعرفه الله فيكون طائرا اي يعني يكون انسانا ربانيا محلقا في جو الروحانيات هذا معنى لا تاخذ التفسير هكذا هذا تفاسير والتفسير انت تعلم انه اجتهاد اخ زيتون وصل أه بالله بالله بل... نتكلم نزار وصلت مداخلتك يا اخ زيتوني بعد اذنك بس لا عشان يعني كلمه أم أم الخلط دقيقه, أخي دقيقة طب على السريع من فضلك يعني على السريع جدا اخ زيتوني بس أه أه عندما تقول بانه فعل المعجزات اذا كان فعل هذه كل المعجزات لماذا أنكره بطرس ولماذا تركوه التلاميذ في آخر متى في الإصحاح متى وآخر متى يقول أنهم تركوه وهربوا، إذا كانت على هذه المعجزات لماذا التلاميذ تركوه وهربوا. وصلت وصلت شكرا كثير أخ زيتون وصلت مداخلتك بس للتوضيح أمرين كلمة يخلق في اللغة العربية أنت إحنا فاهمينها يعني الخلق هي ممكن يكون خلق من العدم أو استخدام مادة في الخلق يحولها لشيء، مثلا بحول الماء إلى خمر وقوانين أخرى سواء بالفيزياء، بالكيمياء، بالجاذبية إلى آخره. فالكلمة نفس الكلمة وقيلت عن الله يا زيتوني بموضوع الخلق في كتابك. أما بالنسبة للاقتباس، هذه اقتباس أنا اقتبسته من كتابات في أناجيل فيليب بالقرن الثاني والثالث اللي بتتكلم انه المسيح يخلق من الطين طير وبينفخ مع انه يعني انا ممكن كمسيح اقول ها شايف براهين مين اللي بيخلق؟ مين اللي بينفخ؟ الله وحده، لكن برضو احنا كمسيحيين بنرفضها لانه المسيح لم يصنع معجزات وطفل، صنع المعجزات بدايه الايات فعلها في قناه الجليل لكن هو اتكلم بسؤال نعم. طب اذا مشي على البحر واذا صنع المعجزات واذا يعني لكن ليه تركوا التلاميذ نعم بوقت الصلب شكرا للسؤال يا اخ زيتونه لكن انا عايز اقول لك ان التلاميذ تركوه في الاول بعد كده عملوا ايه مم. نفس التلاميذ اللي تركوه دول كلهم ماتوا لاجل اسمه نعم <applause> <مزم تصفيق> هم تركوه في الاول بسبب خوفهم نعم. دي حقيقه هم خافوا وبعدين يعني في حيرة حول هويه يسوع نعم انه يسوع اللي القادر على كل شيء عم بيروح للصلب نعم الصليب في نظر اليهود اللي بيطلبوا المعجزه ضعف م. وفي نظر اليونان جهل وما زال الصليب في نظر غير الفاهمين ايه الضعف ده؟ م. ايه الجهل ده؟ لكن اللي يدرك حقيقه الصليب يفهم ان هي دي القوه المغيره للحياه وهي دي الحكمه المغيره للحياه نعم. لان اليهود بيدوروا على المعجزه مم. ومجتمعنا الشرك كله بيدور على المعجزه نعم. بيدور... على القوه بي... القوه البطوله سوبرمان سوبرمان تمام والعالم وال... الاخر العالم بتاع الفلسفه والحكمه بيطلب الحكمه تمام الصليب هو قمه القوه والحكمه بس ده في نظر المخلصين لكن ارد رد نهائي انه اللي تركوه في الاول وخافوا هم اللي ماتوا من أجله ماتوا لأجل اسمه ماتوا فخورين نعم فعلا جواب كتير كتير حلو خليني آخذ كمان مكالمة من الجزائر الأخ كرومي تفضل يا أخ كرومي أنت معانا على الهواء. نعم الأخ نزار شاهين نعم أهلا وسهلا أخ كرومي تفضل أهلا وسهلا أيها الأخ الفاضل نزار شاهين شكرا. سلامي وتحيتي لك ولضيفك الفاضل الكريم. شكرا شكرا عزيزي. دكتور سامح تفضل. نعم، هل تسمعني سيدي؟ نعم نعم سامعك كويس. هذه المعجزات، هذه المعجزات التي تذكرها هي معجزات خارقة للعادة ولا يمكن أن يقوم بها شخص عادي، وإنما لا يمكن أن يتمكن منها إلا إذا كان إلهًا له قدرة الهيه ولكن هذا كلام نسمعه, نسمعه أه شو سؤالك يا اخ ولم نعاينه ولم نشاهده فمثلا السيد المسيح عليه السلام او له المجد نحن نسمع انه صلب في البشريه كلها وقام في اليوم الثالث ولكننا لم نحضر صليبه ولو ان التاريخ يذكر هذه الحقيقه التاريخيه لا ينكرها اخر انسان انه حقا صلب ولكن القيامه تبقى المشكله في القيامه قد حضر وعاين قيامته نفر قليل من الناس نحن لم لم نشهد قيامتهم ما يهمنا حال الدين ان كان حقا الها وما زال حيا وما زال يعمل فحينما نتوجه له بمساءلتنا للاستعانه به تكون الاجابه مستجابه هذا هو هذا انتم اذا اردتم ان تكرزوا هذه هي النقطه الاساسيه التي تكرزون بها وهي التي تحقق شرافة حقيقية بحيث لا يشوبها شائبة وشكرا شكرا يا اخ كرومي شكرا حبيبي شكرا انا مثلا انا لا, لا اصدق معك انني اطلب واصلي مرارا وتكرارا ايها الرب أعلمني عن ذاتك ايها الرب امين أعملني امين أعملني. في اسم انا اعمى فابصرني كما ابصرت الاعمى ولكن للأسف الشديد لم أحظى من الرب يسوع بهذه الاستجابة. آه لا إن شاء الله إن شاء الله بتحظى في هذه الاستجابة سريعا يا أخ كرومي لأنه إذا أنت بتطلب من قلبك يعني الرب رايح يستجيب. من قلبى نعم. أما آه من قلبك صدقني أخ كرومي فينا نصلي في هذه اللحظة إنه المسيح يدخل حياتك. طيب طيب حياتي وقلبي وبيتي وديني امين امين ويشعرني الحقيقي امين امين امين, أمين آه طيب أمين شكرا كثير اخ كلروم احنا رح نصلي من اجلك حبيبي ربنا يباركك. الاخ آه كرومي خليني ادخل في الجواب الثاني انه آه او يعني الجوابين في بعض انه اولا انه ما فيش كتابات ثانيه اللي بتتكلم عن الصلب مم. وانه لم يكن شهود كثيرين مم. في هذا الموضوع مم. خلينا اجيب على السؤال الاول انه في كتابات كثيره نعم. من اصدقاء ومن اعداء المسيحيه نعم. اللي بتتكلم عن صلب المسيح نعم. مؤرخين مثل يوسيفوس نعم. مثل تالوس مثل يعني مؤرخين كثار اللي كتبوا حتى في كتابات اليهود التلمود والكذا نعم. كتبوا عنه بصيغه سلبيه لكن كتب عن صلب يسوع المسيح نعم وبالنسبه للشهود يعني بقول ما فيش كتير ناس شهدوا القيامه كم شاهد بنحتاج للقيامه أه القيامه انا هقول للاخ الفاضل كروما أه سؤال في غايه الاهميه للتفكير كم شاهد للخلق خلق السماء والارض م. هل يؤمن بان الله خلق السماء والارض معنى ما فيش ولا شاهد <applause> يعني كم واحد كان موجود عند خلق السماء والأرض نعم ولا واحد كم واحد كان موجود عند خلق آدم ولا واحد هل معنى إن مفيش ولا شاهد إنه لا يومن بالخلق م. مش منطق مش كده لكن القيامة مبرهنة القيامة إحنا ليه بنؤمن بالقيامة عشان نثق إن إن الكتاب ده هو كلمة الله تمام <applause> لكن القيامة في خمسمية واحد عصروها الكلام ده في كورنثوس الأولى خمستاشر القيامة أحد الأدلة بتاعتها إن في 12 تلميذ وغيرهم من المئات والألاف اللي حياتهم مشهورة بالقداسة والتقوى ومخافة الله م. ماتوا لأجل هذا الخبر ودول ما كانوش مجانين <applause> ولا كانوا إرهابيين ولا كانوا ناس من اللي بيروحوا يفجروا نفسهم لا ده كانوا يتسموا بالقداسه والتقوى ومحبه الناس والاحترام فواضح فيهم ان في علاقه معهم وماتوا مع من اجل رسالتهم وماتوا من اجل بدون القيامه عمف. بدون عنف بدون عنف فاقول له الدليل الاخير على القيامه انا وانت يا قسيس ايه اللي غيرنا؟ نعم ايه اللي غيرنا من احنا كنا خطاة اشرار انا المسيح كنت المسيح حي خاطي شرير واتقابلت مع المسيح وغيرني ده برهان اني بتعامل مع شخص حي اخذ كمان سؤال وبعدين نستكمل حديثنا اخذ مكالمه من نهال اهلا وسهلا اخت نهال تفضلي اهلا بيك يا استاذ وبشكر حضرتك جدا انك بتجيب لنا خدام فعلا يفسرون كلمه الحق بالاستقامه فبشكرك يا دكتور سامح وانا من اشد المعجبين وبشجع المشاهدين ان يسمعوا عزيزتك على اليوتيوب يعني شكرا بشكرك على المثال اللي بحييك فعلا على انه انت نفسك الاب والابن فده رائع لكن موضوع مهم زي بتاع النهارده مع احترامي لكل البراهين اللي حضرتك ذكرتها احنا كمسيحيين مؤمنين في ان المسيح هو الله الظاهر في الجسد، لكن اعتقد ان هدفنا من البرنامج اننا نقنع غير المسيحي سواء يهودي، مسلم، يوسي، ف بالحقيقه دي فما ينفعش اقنعه بدليل وبرهان من الكتاب المقدس اللي هو اساسا لا يؤمن به، فالمشكله هنا بتتجسد ان انا عندي مثلا الكتاب المقدس بيعلمني انه من له ابن الله اللي هو يسوع المسيح لا حياه ابديه. ومن ليس له ابن الله فليس له حياة بل سيمكث عليه غضب الله وهذا السؤال بتاع بيجي زي ما بنتسأل بالظبط ازاي الله في كل محبته يطلب مني طلع زي كده ان انا اامن بان المسيح هو الله اذر وايت هيمكث علي غضب الله وانا كده لقيت نفسي بدع دي يهودي او اسلامي ففين محبة الله هنا او احط بصوره اخرى وعايز اعقد الموضوع برضه زي ما بيجي انه احنا كلنا نعرف انه لا يستطيع احد ان يقول ان المسيح رأب الا بالروح الروح القدس والروح القدس مش موجود عندي انا لو انا مش مش مسيحي فالروح القدس ده بيعطي الايمان والايمان أوكي. عطيه من الله فايه ذنبي انا ان الله لم يعطيني هذا الايمان وبعد كده يحاسبني اتمنى طيب رأس كير رأس كير. رأس شكرا كثير اخت نهار ربنا يباركك شكرا تفضل ممكن تلخص الـ السؤال؟ م. لا يعني هي بتتكلم على انه من له الابن له حياه، من ليس له الابن ليست له بل يمكث عليه غضب الله، نعم ازاي انه الله يعني بيحكم على انسان اذا مش مؤمن بالمسيح كالله، هذا يعني بما فهمته على السريع يعني نعم لان انا سوري السماعه ما كانتش اوكي جاب السؤال كويس أه احنا ب... احنا ما نقدرش نقنع انسان م. لان هذه مسؤوليه وهي انسانيه انه يعني احنا مسيحيين ناخذ الموضوع بايمان مسلم يعني احنا احنا بنوضح آه. من م. كلمه الله من هو شخص المسيح لازاله الالتباسات الموجوده في اذهان الناس م. ليه لانه احد الالتباسات بسبب عدم فهم التجسد م. اذا كان ده الله المفروض يمشي ما يتعبش <applause> اذا كان ده الله المفروض ما يجوع كيف يجوع وهو الله أه. وكيف يعطش وهو الله وكيف يبول وهو الله أه. وكيف يتعب وكيف ينعس وكيف يموت أه. في هذه في الفكره تمام فاحنا بنزيل الالتباس ان التجسد مش معناها تم طمس المعالم الانسانيه لا التجسد معناها حصل اتحاد بين اللاهوت والنسود بدون امتزاج فظل اللاهوت في كل خصائصه وظلت الانسانيه في كل خصائصها اتفقنا أه. لما بنوضح الالتباس أحب أقول لها أخت نهال أن الروح القدس مع أنه مش ساكن في الخطاة لكنه يبكت الخطاة نعم. وكلمة يبكت يقوم بدور وكيل النيابة مم. تمام فهو بيتعامل مع عقل وضمير كل إنسان وبيقود الإنسان للمسيح لمعرفة المسيح نعم مع أنه لسه مش ساكن فيه نعم. اتفقنا لكنه في يوحنا 16 المسيح قال متى جاء ذاك روح الحق فهو يبكت العالم على خطية وعلى بره وعلى دينونة فكانه عامل زي وكيل النيابه مم. او الممثل الادعاء العام نعم. المدعى العام اللي بيرفع ثلاث قضايا على كل انسان يواجه بيهم عقله وضميره مم. فاحنا بننير بالكلمه نناقش بالكلمه نقدم كلمه الله الروح القدس يقود الانسان للتفكير اذا كان في اخلاص في القلب مم. النفس تستنير وتقبل وتؤمن مم. لكن احنا ما نقدرش نقنعه احنا فقط ننادي بالكلمه مم. دورنا انا غرست اقول لكن الله هو الذي كان يعني. يومي اذا ليس الغرس والصق شيء احنا فقط نقدم كلمه الله بدقيقه احكي لنا عن العلاقه المزدوجه مع الاب لانه قدامنا يمكن دقيقتين نعم حابب اقول ان قبل التجسد العلاقه بين الاب والابن علاقه احاديه م. يعني ايه علاقه احاديه ممكن امثلها بصوره تمثيليه فانا همسك ايدك يا اخي نزار طبعا في في صوره تصويريه م. لو قلت ان انت الاب ولو قلت ان انا الابن م. فالاب والابن في وحده جوهر اللاهوت من م. الازل الى الابد م. ده قبل التجسد. نعم. فالمسيح ينادي الاب يقول له يا ابي ودي طبعا ابوه روحيه مش ولاده م. جسديه وانت اكيد حضرتك ناقشت الموضوع ده كتير. بعد التجسد المسيح بينظر اليه من جهتين من جهه لاهوته ومن جهة إنسانيته. م. من جهة إنسانيته في علاقة م. مع الأب كاله. م. كاله. معنى كده إن العلاقة بين المسيح والأب علاقة مزدوجة. م. من جهة الوهيته الله أبوه، من جهة إنسانيته الله إلهه. من جهة الوهيته هو الإبن. من جهة إنسانيته هو عبد. م. ليه؟ لأن الذي إسكن في صورة الله الهيته أخلى نفسه آخذاً صورة عبد عشان كده مره يقول له يا أبتاه صح ومره يقول له يا إلهي صح مم. فمره بيكلمه من جهة ألوهيته فبيقول له أيوه الأب مم. ومره يكلمه من جهة إنسانيته ويقول له إلهي عشان كده اللي حصل في الصليب إن إلهه المسؤول عن حمايته ورعايته تخلى عنه ده معنى إلهي إله إلهي لماذا تركتني مش معناها اللاهوت فارق الناسوت ولا معناها الأب فرق الابن حاشا دي وحدة جوهر مم. لا تنفك الموضوع ده برضه مالي الكتاب المقدس عهد قديم وعهد جديد المفروض نبقى ناخد فيه حلقه ثاني انا بحكي اكيد بحب اكيد وناخد نتكلم عن التجسد نعم لكن كلمه اخيره نعم اخ سامح كلمه اخيره للمشاهد اقول للمشاهد لو سمحت اقرا الكتاب المقدس كويس وانظر الى المسيح من جهتين الوهيته وإنسانيته وانظر الى المسيح من جهه علاقته بالاب كابوه من علاقته بالاب كالهه لانك انت لما تيجي تؤمن بالمسيح هتدخل في نفس العلاقه عشان كده المسيح قال اصعد الى ابي وابيكم, وأبيكم. والهي والهكم كي. اتحد بنا شكرا جزيلا اخ سامح ربنا يباركك ويبارك خدمتك شكرا. ايضا وبعتذر على كل اللي بحاولوا يتواصلوا معنا ان شاء الله بكون عندنا فرصه اخرى بصلي انه فعلا هذه الحقائق لمست قلبك وهي الحقائق اللي بتلمس هي كمان بتغير حياتك صلي مثل ما يعني اعجبني الاخ كرومي قال انا بصلي انه الله يعلن لي ذاته وكان عم بيتكلم باخلاص بمحبه وانا عاوز اقول لك كرومي لا كثير ناس اللي بشاهدونا اذا بتصلي من كل قلبك الرب رح يعلن ذاته لك الرب يباركك الى اللقاء